منتخب مصر المباراة اللي فاتت أداء لا يرتقي المنتخب مصر بكل أمانة، يعني لا يرتقي إن هو ده يكون منتخب مصر اللي إحنا بنعول إنه ياخد بطولة أفريقيا، مش إنه يصعد للبطولة. منتخب مصر يعني رأي شخصي في خطر. نتمنى إن كابتن حسام بدري الفترة اللي جاية يعني يتلاشى الأخطاء اللي موجودة داخل الملعب يا مهيب، وأنا لعيب أحسها لا مفيش التزام داخل الملعب، الالتزام مش موجود، مش شايفه، الروح القتالية العالية مش موجودة في بعض. أنت قلت كلمتين يعني عجبوني جدا جدا على كابتن غريب ومنتخب الأولمبي، قلت الروح العالية، روح القتال اللي كانت موجودة في الملعب هي اللي خلتنا نكسب غانا وخلتنا نكسب الكاميرون وخلتنا نكسب مالي. احنا محتاجين دي، محتاجين الحتة دي. منتخب مصر الأول محتاج الروح العالية، محتاج الروح القتالية، محتاج لو عندك الروح العالية ممكن تطغى على أي فنيات بعد كده. منتخب مصر أنا ملاحظ للأسف الشديد أن مفيش كباتن داخل الملعب. تمام. كباتن مش كابتن واحد، ودي حاجة تنقص المنتخب المصري. الكابتن يعني المسؤول، مش كابتن. يعني إيه مفيش كباتن داخل الملعب؟ يعني إيه؟ طب المسؤولية، بتكلم على المسؤولية. مفيش لعيبة مسؤولة داخل الملعب، ودي نقطة مهمة جدا جدا افتقدها المنتخب المصري في المباراة اللي فاتت للأسف الشديد.